أهلا بكم إلى عالم اقتصاد. قال عضو لجنة التعليم العالية النيابية رياض المسعودي أن معظم عقود وزارة التعليم التشغيلية غير مشمولين بقرار 315 بحسب موازنة العام الحالي، حيث لا يحق لهم التحول إلى موظفين على الملاك العام. وقال المسعودي أن أغلب الجامعات والكليات اعتمدت على عقود تشغيلية للموظفين من خلال حسابات صناديق التعليم العالي ومن أموال الدراسة المسائية، موضحا أن موازنة عام 2021 تتضمن فقرة لتعيين أصحاب العقود على الملاك الدائم من المتعاقدين قبل عام 2019، لكن الموقعين على العقود بعد هذا التأريخ والذين أعدادهم كبيرة ولا يشملهم قرار 315 لتحويلهم إلى الملاك الدائم. قال مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية همام الشماع إن موازنة العراق للعام الجاري تضمنت قروضا داخلية تبلغ نحو 35 تريليون دينار لسد العجز المالي. وأضاف الشماع أن الموازنة لم تتضمن أي خطة أو آليات لسداد الديون الخارجية، وإنما فقط تلتزم الحكومة بدفع الفوائد المترتبة على تلك الديون دون سعي لتسديد الديون نفسها، محذرا من إثقال كاهل الدولة بالديون الداخلية والخارجية. هذا وكشف تقرير اقتصادي عراقي عن تراجع هائل في الإيرادات غير النفطية للبلاد ولا سيما الجمارك إلى نحو النصف. وأشارت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية إلى أن إيرادات الجمارك تراجعت بنسبة 49% مقارنة مع عام 2019 لتحقق فقط 105 مليار دينار، بينما حققت خلال نفس الفترة ما قيمته 206 مليار دينار، في حين انخفضت الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج بنسبة 42% لتصل إلى 146 مليار دينار، بعد أن كانت في نفس الفترة من 2019 بقيمة 253 مليار دينار. هذا وأكدت لجنة النفط والطاقة النيابية أن جولات التراخيص تتسبب بخسارة العراق ملايين الدولارات. وقال عضو اللجنة أمجد العقابي أنه يجب على وزارة النفط إعادة النظر بصياغة عقود جولات التراخيص النفطية، لسيما بما يتعلق بأخطاء التعاقد على النفط المستخرج بكميات ثابتة. فبحسب العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، لا يحق للحكومة تقليل الكمية التي تعاقدت عليها في أزمة كورونا، في وقت أخذت الشركات كميات كبيرة بالسعر المنخفض نفسه، ما يعني خسائر اقتصادية كبيرة. هذا وارتفعت صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 270 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. وأفادت الإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 270 ألف برميل يوميا، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدله 34 ألف برميل يوميا. هذا وبلغ متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي فقط من 9 دول نحو 6 ملايين برميل يوميا، مرتفعا بأكثر من 1,200,000 برميل باليوم الواحد عن الأسبوع الذي سبقه. أعلنت شركة النفط بالأحرى أعلنت شركات النفط الكبرى نتائج قوية في الربع الأول من العام بفضل الأسعار المرتفعة. وأضاف تقرير لموقع أويل برايس أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في الأسعار القياسية في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن يظل منتجو النفط في الشرق الأوسط في المنطقة الحمراء هذا العام بسبب العجز في الموازنة باستثناء الإمارات وقطر اللتان يحققان فوائض في الموازنة. إلى اللقاء.